هذا يا ابو صهيب، هذا الان اللي تشوف الجبل هذاك جبل احد. نعم. الطريق هذا من الحرم الان ايه؟ الى جبل احد ايه؟ هذا المسجد اللي احنا عنده الان ايه؟ مسجد الدرع هذا ايه؟ هذا المسجد مسجد الدرع صلى ايه؟ فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم العصر والمغرب والعشاء والفجر ايه؟ يجهز لغزوه احد ايه؟ والصحابه رضي الله عنهم مجتمع معهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد واعد الجيش واعد العتاد وسمي هذا المسجد بمسجد الدرع. والآن هو في طريق سيد الشهداء من الحرم إلى جبل أحد. جبل أحد الآن في وجهه. الله أكبر. لو تشوف اللوحة مكتوبة هنا اطمأن عندها، نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهابه إلى غزوة أحد وصلى العصر والمغرب والعشاء وبات فيه، ثم صلى الصبح يعني الفجر وغدا منه إلى أحد. سمي مسجد الدرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع فيه الدرع الذي كان يلبسه للحرم. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير. داخل المسجد ما شاء الله تبارك الله. بسم الله بسم الله. 55 للهجرة، يعني تقريبا تكلم على تقريبا 1400 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا لا يزال يستخدمون سراج ما شاء الله، بس واصلت للكهرباء طبعا. اي واصلت. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. مسجد الصفا في بلجرشي. وإلى لقاء آخر في بقعة جغرافية أخرى إن شاء الله ضمن حكاية مسجد.